أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. تمديد إغلاق مطار صلالة العماني بسبب عاصفة ماكونو. الطائرات العراقية تقصف مواقع لداعش داخل سوريا. إيران تسعى لكسب حزمة إجراءات اقتصادية نهاية شهر أيار مايو الجاري. سول تصرح الاتصالات بين رئيسي أمريكا وكوريا الشمالية ضرورية. أيضا إصابة 15 شخصا بجروح في انفجار في مدينة تورنتو الكندية. العثور على 29 مليون دولار في منازل رئيس الوزراء الماليزي السابق. هولندا والنمسا تتهمان روسيا بإسقاط الطائرة الماليزية في عام 2014. وفي أخبارنا الصحية دراسة دهون البطن أخطر على النساء من الرجال. وأخيرا فيسبوك وتويتر يشددان القيود على الإعلانات السياسية.